ترويج مقولة استقلال قرار الفصائل قد يكون وصفة إيرانية جديدة للتعاطي مع حرب غزة، بمعنى أن الفصائل هي اللي تقرر وتخطط وتنفذ، إحنا مجرد داعمين إلها، وإذا عدكم شيء روح تفاهموا إياها. حينما يوجهون ضربة للأمريكان أو غيرهم يعلنون ذلك بشكل واضح، لا يتنصلون عن المسؤولية، بل ويوجهون بعض الضربات إلى الجانب الأمريكي لأن يوجهوا رسالة له. هذا أمر واضح، لا يمكننا في هذه العجالة أن نتطرق إلى النماذج التاريخية لما قلت. إسرائيل بعد هذه المعركة لن تكون في الإقليم وفي المنطقة وفي العالم كما كانت عليه سابقا، من الناحية الاستخباراتية، من الناحية العسكرية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية. هناك الكثير من الخسائر التي تكبدها الكيان الصهيوني وتعتبر نقاط حققتها حركة حماس. وبالنتيجة لبنان السيد حسن نصر الله يتحدث بحقه، يعني بعقلانية، بحسابات الربح والخسارة وتكلفة الحرب، والإيران تتحدث بمنطق دولة وتحترم المواثيق وما تريد تتدخل، وربما تنطلق من موقف إنساني، وهذا مبدأ محترم جدا، لكن بالنتيجة النهائية إيران علينا من ناوهيج، يعني من الآن وصاعدا، أنه ما نقبل تتحدث بمحور المقاومة، ولا تقبل نقول أنه هي قائدة لهذا المحور. إيران نفسها تقول أنه القضية هنالك قرارات يتخذها الفصائل الموجودة في كل بلد باعتبارها فصائل وعناوين مقاومة، وهي من تقرر دخول المعركة، وهي من تقرر ساحة المواجهة وساعة المواجهة. وحتى السيد حسن نصر الله تحدث بهذا الموضوع. زين، احنا لو هذا موجود، لو نقول لا اكو قرار واحد موجود سيتم الإعلان عنه، اكو ساعة واكو تنسيق وغيرها، لو اكو تنسيق لو ما اكو تنسيق، لان هسه جاي نضيع الناس. نحكي عن بطولات حماس وعملية طوفان الأقصى، ماكو أحد يختلف على هاي القضية، كسرت الغرور الإسرائيلي، وهذه نقطة مهمة. هناك يعني معركة حقيقية، اليمن يصعد، يستطيع اليمن في لحظة من اللحظات أن ينتقل إلى مرحلة إغلاق باب المندب وتحويل البحر الأحمر إلى يعني بؤرة خطرة. حزب الله أيضا يصعد، وبالتالي المسألة مرتبطة بموازين القوى. بتقديري يعني إذا يعني استطاعت حماس أن تصمد يعني لفترة طويلة، التصاعد في المحور يعني سيكون بالمستوى المطلوب.